هاي. أقدم سجل للرقص مصدره كهف بالهند عمره 9000 سنة، تظهر فيه رسومات جدارية لأشخاص عم بيرقصوا تحت الشمس. تم استخدام الرقصات الأولى بالدين وكانت وسيلة لمشاركة القصص عن الإلهة ومغامراتهم ووسيلة للعبادة كمان. احتفل اليونانيين والرومان القدامى سنوياً بإلهة النبيد ديونيسوس وباخوس، وباحتفالات استمرت لعدة أيام مليئة بالكحول والأغاني والرقص. مع مرور الوقت صار الرقص شكل من أشكال التعبير، ورقص الناس لإظهار السعادة والاحتفال. رقص مفيد للصحة، فهو بيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بيحسن وظائف الجسم، بيخفض الوزن، بيقلل من التوتر والإجهاد، بيحسن وظائف المخ بسبب الموسيقى، وممكن يحسن العلاقة بين شركاء الرقص. مين قال إنه بسبب الحاجة للحفاظ على وضعية رأس ثابتة خلال الرقص؟ يوصف الأطباء بعدة حالات الرقص للمرضى يلي بحاجة لتطوير رؤيتهم المحيطية. أنا قال، شوفكم بكرة.